طبعا مثل ما شفتوا عنوان حلقة الليلة سهرة الليلة راح نتكلم على حاميها حراميها، يعني ضباط شرطة فاسدين مرتشين يحمون تجار المخدرات في ولاية الجلفة. واحد يسألني يقول لي بن زديرة وعلاش الجلفة بالذات؟ جلفة بالذات ظروف حتمت أننا نتكلم على ولاية الجلفة، وأنا مثل ما تعرفوني واضح وصريح وما عنديش وش نخبي، لأنه هؤلاء الضباط اللي راح نتكلم عليهم ظلموا وحقروا وتعسفوا في استعمال السلطة. يا ودي أختي ربنا، أنت قاعد تعسلي في التا والرا وكذا البث مباشرة ناقصتها يا أخي، صامت يا أخي، ممل هذا العبد هذا. قلت أنه هذا الضباط بالذات اللي راح نتكلم عليهم لأنهم ظلموا. يوجد كثير من عناصر الشرطة وحتى عناصر في الدرك حتى عناصر في المخدرات في المخابرات في كل الأجهزة الأمنية متورطين متواطئين، هذا شيء صحيح. واحد باش يقول لك باللي في الأجهزة الباقية الأمن المخابرات أو الدرك يعني نظاف، ما كانش، لا فيهم فاسدين، فيهم فاسدين وفيهم اللي يستهلكوا المخدرات وفيهم اللي يعاونوا الناس اللي يتاجروا المخدرات، لأنه المخدرات ما كانت لتنتشر بهذا الشكل الرهيب في الجزائر وتصبح أكثر انتشار من حبات القمح. لو نحسب حبات القمح والشعير الموجودة في الجزائر نجدها أقل من حبات المخدرات المهلوسات وأطنان الكوكايين. أنا متأكد كمية المخدرات الموجودة في الجزائر بأنواعها، الكوكايين والكيف المعالج تاع المروك والزطلة القراصرية والمهلوسات، وهذه نجمعوهم كلهم نوجدوا وزنهم ومبلغهم يعني قيمتهم المالية ووزنهم وتأثيرهم أكثر من القمح والشعير. القمح والشعير نستوردوا فيه بالباخرات لكن أقل من المخدرات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا بعض الناس هذو قسم بالله غريق لهم السبع المباشر، قسم بالله عيب عليكم الله، عيب عليكم يا ودي ناس والله. قلت انه الجزائر نستوردوا القمح والشعير بالبابر بواخر تدخل الجزائر، والمخدرات تدخل في الكابا او تهريب، تدخل بالكابا او تهريب، لكن كميه المخدرات اللي راهي منتشره في الجزائر اكثر من القمح والشعير. اذا وجود هذه الكميات الرهيبة من المخدرات أكيد يقف وراءها مسؤولين أمنيين وسياسيين ونواب في البرلمان ونواب في مجلس الأمة وحتى وزراء وحتى يعني فيها، نعم حقيقة هذه للأسف الشديد، للأسف الشديد هذه حقيقة مرة، حقيقة مرة. عندما نجد أن ابن المدير العام للأمن الوطني السابق فريد بن الشيخ ابنه يتاجر في المخدرات وحكموه أكثر من مرة كميات رهيبة من المخدرات وما يقدروا يديروا والو لأنه بيو مول البراكة حامي البراكة، وليد رئيس أمن الشراقة أهم أمن دائرة في القطر الوطني في الدولة كاع، لأنه أمن الشراقة رئيس أمن الشراقة يتحكم في سطوالي، يتحكم في سيدي فرج، موريتي، كلوب دي بان، هذو قاع تابعين ليه، تابعين ليه كامل. رئيس امن دائره الشراقه عنده اقامه الدوله، الكثبان الليدين عنده كل هذيك الاماكن، يعني الاماكن الحساسه للدوله وين يسكن كبار القاده السياسيين والعسكريين ورجال الاعمال والبزناسه والبقاره كلهم يسكنوا في محيط الشراقه، يعني اغنى واقوى امن دائره هو الشراقه. ابنه وليد رئيس أمن دائرة الشراقة السابق هادف مراد ابنه يتاجر ويستهلك المخدرات كوكايين وأنواع المخدرات، وحكموا أكثر من مرة في وادي الرمان وحكموا أكثر من مرة في دراريا والعاشور وما داروا والو. إذا هذه حقيقة مرة. أنا لما نتكلم على ضباط فاسدين في ولاية الجلفة لأنه الظروف حتمت نتكلم عليهم، نعم لأنهم حطوا أنفسهم في مواقف حقيرة، ظلموا ناس، ضربوا ناس في التحقيق ضربوهم، وتعسفوا في استعمال السلطة معاهم، عذبوهم عذاب نفسي، تعذيب نفسي، ترهيب ويعني ظلم. نعم هذه المعلومات أنا وصلتني
مؤخرا، كون وصلتني في وقتها نتكلم عليها في وقتها، لكن وصلتني مؤخرا. لماذا؟ لأنه الناس اللي سربوا لي المعلومات من داخل أمن ولاية الجلفة قال لي يا بن زديرة، قال لي كنا شايفين باللي قبل ما أمامك تهضر عليها، ما عندك ما تدير، لأنه اللي يحمي فيهم هو المدير الفاسد الخائن فريد بن الشيخ، هو اللي يحمي فيهم، واللي جابهم رئيس أمن الولاية السابق اللي جاب هذ المسؤولين الفاسدين في ولاية الجلفة هو اللي يحمي فيهم عن طريق فريد بن الشيخ. الآن لما شفنا أنه فيه مدير جديد وفيه إرادة جديدة وفيه حملة لتنظيف قطاع الشرطة من الفاسدين والمرتشين والمجرمين، أنا نقول لك بن زديرة، وانت ممكن توصل صوتك إلى أعلى السلطات لتساهم في إصلاح وتطهير الوضع الفاسد. لأنه أنا لو كان عندي خبر من قبل لو كنت تكلمت عليهم، ما على بالي لا بن الشيخ لا بغيره، لأنني أنا مؤمن إيمان قوي أن الفاسد الظالم مصيره مزبلة التاريخ ولو بعد حين، ودائما نقول لكم ولو بعد حين. اليوم راهو شيكور وباربو، لكن نهار اللي يطيح يطيح طيحة تاع كلاب اللي يتمرمد. إذا المعلومات هذه وصلتني جديدة على هذا الضباط الفاسدين الظالمين المرتشين، وربي بلاهم أنهم خلطوا في عشب وزنزل وظلموا، وبالتالي كان من الضروري كشفهم للرأي العام وكشفهم لكبار المسؤولين. هذه حقيقة. هذا لا يعني أنه باقي الفاسدين في قطاع الشرطة أو في غيره توصلني معلومات بالأدلة والإثباتات ما نتكلمش عليهم، لا، توصلني معلومات على أي فاسدين ظالمين حقارين في أي مكان من القطر الجزائري، من القطر الجزائري سواء في الشرق أو في الغرب، في الجنوب أو في الشمال، بأدلة. لأن واحد يقول لي يا بزير عندنا واحد الكوميسار ظالم وحقار، إيه عندنا، أعطيني أدلة. إذا كان عندك مشكل معاه شخصي بينك وبينه جيت تصفي حسابك عندي أنا، تأكل الشوك في أمي، مازال ما جابتكش أمك، مازال ما جابتكش أمك. عندك مشكل مع كوميسار، مشكل شخصي، نسيبك بن عمك جارك وحبيت تشوه له صورته تقول يا نكلم بن زديرة يهضر عليه، لا ما نديرهاش، لأنني سأحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. أنك تعطيني أدلة وإثباتات أنه هذا فاسد، قسما بالله على العظيم لو كان يكون أعز أصدقائي أو واحد من عائلتي ما نرحموش، نكشفه. ما أنا لست مسؤول، ما أنا لا رئيس ولا وزير أول ولا وزير داخلية ولا مدير الأمن باش نحي فلان ونحط فلان، لا، ولكن أنا نلعب دوري وهو إعلام وتنوير وتبليغ السلطات العليا في البلاد، لأنه رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو وزير الداخلية أو مدير العام للأمن والأمن الوطني أو أي مسؤول ما يقدرش يعرف كلش، ما يقدرش يعرف كلش. يعني الجزائر قارة، قارة وفيها مش عارف 700,000 أمن حضري وأمن دائرة وأمن ولائي، ما يقدرش يعرف كلش. إذن هذا هو دورنا، أننا نتعاون في إصلاح ما يمكن إصلاحه، نتعاون في كشف الفاسدين الظالمين الحقارين، وبالتالي نرضي على الأقل ضميرنا، واحد يرضي ضميره أمام رب سبحانه وتعالى، أنه من رأى منكم منكرا فليغير، من رأى منكم منكرا فليغير. نحاولوا أننا إن شاء الله نكونوا من الناس اللي يساهموا في إصلاح الوضع الفاسد. إذا راح نتكلم على الفاسدين في ولاية الجلفة بالخصوص، اليوم نتكلم على الفاسدين في قطاع الشرطة، ممكن في قادم الأيام نتكلم على قطاعات أخرى. والفساد في ولاية الجلفة معشش، داير كراعه في الجلفة، أنا متأكد متأكد، فقط ما كتشلاتي بالموضوع هذا. لكن قبل ما نتكلم على هؤلاء الضباط الفاسدين المرتشين المجرمين، ذكر في واحد النقطة مهمة، وهذه نظن كل الجزائريين يعرفوها لكن أنا نزيد نأكد عليها، وهي أنه أبناء الحركة وأحفاد الحركة اللي راهن عليهم ديغول الفرنسي، لأنه شارل ديغول لما قرر الاستسلام والانسحاب من أرض المعركة في الجزائر بعد الخسائر الفادحة، ودخلوا في مفاوضات، الحكومة الفرنسية دخلت في مفاوضات مع المجاهدين الجزائريين فيما يسمى باتفاقية إيفيان ووقف إطلاق النار 19 مارس، وما تلاه الرئيس الفرنسي في تلك الفترة شارل ديغول، جنرال شارل ديغول، قال كلمة بقات للتاريخ، أنه تركنا خلفنا جيل سيحافظ على شعار الجزائر الفرنسية. نعم، شارل ديغول قالها، قال أنا خلينا جماعة ما تقلقوش، أنا خلينا جماعة اللي يبقوا في هذا المشروع في هذه السلسلة وهي الجزائر الفرنسية.
الجيري فرونسيز اللي كانوا يهضروا عليها. شارل ديغول قال رانا خلينا الناس اللي يقصد في ابناء الحركه، ابناء الحركه واحفاد الحركه، لان الحركه هربوا، الحركه هربوا. اخر وفد من الحركه 63 بابور داهم خلاص راح. معظم الحركه تلقاهم يقيمون في شمال فرنسا، تلقاهم يقيمون في ليل في روبي بديك الصوالح هكذا، كما رقاصة عيون هشام عبود وليد الحركي وكثير من ولاد الحركه. اذا هؤلاء اولاد الحركه، اولاد الحركه هذو احفاد الحركه اللي راهن عليهم شارل ديغول، نجد انهم بالفعل ينشطون هذه السنوات الاخيره، عندهم 4 سنين 5 سنين، استغلوا ما يسمى بالحراك الشعبي واستغلوا ما يسمى بعدم استقرار الوضع السياسي في الجزائر، وبداوا ينشطوا، بداوا ينشطوا اولاد الحركه، بداوا ينشطوا. فيهم اولاد الحركه وفيهم حتى احفاد الحركه اللي راه في عمرهم دركا 25 20 25، هذو احفاد الحركه، واللي في عمرهم 40 45 هذو راهم اولاد الحركه. اذا كاين اولاد واحفاد الحركه، الخونه هم اللي راهم الان يحاولوا الاصطياد في المياه العكره. نعطيكم تحدي، تحدي للتاريخ، ادوه من عندي وروحوا ابحثوا في كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وتيك توك والهيك توك والكذا، ابحثوا ابحثوا ودوها من عندي. اي واحد تلقاوه يتهجم على المجاهدين ويشكك في تاريخ ثورة التحرير الوطني ويتهكم على المجاهدين والشهداء، ابحثوا انبشوا موراه تلقاوه وليد حركي، تلقاوه ابن حركي او حفيد حركي. وبيو وصاه قال له خلط مرميطة، ولاد الحركة وأحفاد الحركة هم اللي راهم الآن يخلطوا أو يحاولون يعني النبش في تاريخ ثورة التحرير وفي المجاهدين ويسبوا في المجاهدين. ولاد الحركة ادوها من عندي، هذو ولاد الحركة وأحفاد الحركة سواء كانوا مقيمين في الجزائر، أبحثوا عليهم تلقاو باللي جدودهم حركة، أبحثوا عليهم تلقاو أنه جدودهم حركة. ختيتيل جدو حركي، اصله من جعافره في برج بوعريريج، اصله من قريه من قرى برج بوعريريج، وجده هرب وقت الثوره لانه حركي ودخل في العاصمه وكذا، ولا ينكر انه اصله قبيلي. ختيتيل نور الدين ختال جده حركي بالاوراق بالادله، هرب من منطقه القبائل الصغرى جويه جعافره برج بوعريريج، هرب جده من ثم لانه اصله من هذيك المنطقه، هرب من هذيك المنطقه وتغلغل في العاصمه ولا يشوف روحه عاصمي الجيروا، لكن هو وليد حركي من عائله حركه، نعم عائله نتاعو تاع حركه. لهذا السبب اللي دائما يتكلم على التاريخ وشو التاريخ، يسب بومدين لانه ينتقم من بومدين، يسب بوضياف الله يرحمه، وراكم تشوفوا ينشر على بوضياف وبومدين، ينتقم من المجاهدين، يكره المخابرات، يكره الجيش، عنده حقد للدولة العميقة اللي هي أساسها المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، وعنده حقد دفين لكل ما هو وطني لأنه أصله حركي، ماشي له في الدم الحركي، خيانة ماشي له في الدم. غضاب اللي في روبي نفس الشيء من عائلة حركة بالوثائق، وأتحداه يعطيني الدليل أنه جده مجاهد، جده اللي هرب والعائله نتاعو حركه. رقاصة العيون هشام عبود وبيو حركي. زيطوط من عائله تاع حركه في لغواط معروفين. انور مالك بعد التحريات اللي بحثنا عنده جزء من العائله نتاعو مجاهدين وعنده جزء حركه. في الشريعه معروفين. قال يا بزير انا عارفوا العائله الراس تاعو نصهم حركه. حركه فيه انتقام. زيد وليد ملوكه ما عنده لا اصل لا فصل، ما عنده لا بيو لا اخوان ولا اعمام ولا مجاهدين، هذاك ما عندوش اصل. هذاك اصلا يعني بدون كما يقول لك الناس فصل واصل، ما عنده لا نسب ولا زيد. شكون ثاني الاخرين اللي تلقاهم ينتقموا من المجاهدين ويشككون في الثوره؟ كلهم جذورهم الخيانه والغدر وحركه، يا اما بويو حركي يا اما جدو حركي، ادوها من عندي وابحثوا في كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الفيسبوك واليوتيوب وتويتر، ابحثوا تلقوا اصولهم كامل حركه، يتحركون في الوقت المناسب بإعاز من أطراف منا ومنا لمحاولة خلط المرميطة، يرونوا الحالة انتقاما من الدولة الجزائرية، انتقاما من المجاهدين الشرفاء الأحرار ومن الشهداء الأطهر.
لأنه كاين فرق ما بين واحد ينتقد انتقاد إيجابي حتى يكون فيه نقد وجلد وسلخ وتمنشير، ولكن الهدف من وراءه هو هدف نبيل يريد الخير للجزائر. لكن واحد اللي يجيك يقولك باللي يتهكم على